الله يجازيه مرشدي على اللي عمله فيا انا وولادي. وسالم الله يرحمه كنت اقول له خد بالك من مرشدي، ده راجل مش مظبوط، مفيش فايده. فضل وراه لحد لما خلاه يستقيل من وظيفته ويشاركه. انا ما شفتش كده لسه، في واحد يشارك واحد من غير ما ياخد منه ورقه تثبت حقوقه وحقوق ولاده؟ اهو بقى امر ربنا يوصل، هعمل ايه يعني؟ بصي هو زي انا ما قلت لك المحاكم ان شاء الله نقعد فيها 20 سنه. اعمل ايه بس دلوقتي يا ربي؟ معقول معقوله تبقى امها عيانه كده وراقده في السرير وانا مش قادره اتصل بالست وصال اقول لها تيجي تطمن على امها؟ ده حتى لو عرفت يا ضنايا قلبها هيوجعها. دي تربيتي وانا عارفاه، قلبها زي الحليب الابيض. اكلمها ولا ما اكلمهاش؟ اعمل ايه بس يا ربي؟ طب ضمها حلفه يمين لو رفعت سمعت التليفون وقلت لها حاجه ما تخليني في البيت ليله واحده. لسه هنا يا فهيمة؟ ما روحتيش اوضتك تنامي ليه؟ وانا هيجيني قلب يا ست هانم، انا مش زي واسيبك لوحدك وانت راقده في السرير. جايز تحتاجي حاجه كده ولا كده؟ ميرسي يا فهيمة، كتر الف خيرك يا بنتي. بقول يا ست دولت، ولا تقولي ولا تايدي، اسمعي كلام. يلا روحي روحي اوضتك، يلا روحي نامي تصبحي على خير. يلا ميرسي يا قلبي على كل الحاجات الحلوه دي. مفيش حاجه تكتر عليك يا روح قلبي تروح. انت ذوقك يجنن. عقبال كده يا حبيبي ما اشوف ذوقك وانت بتهديني. نولها لي يا رب قبل ما اموت. قصدك ايه يعني؟ تحرجيني علشان ما عنديش فلوس؟ لا يا قلبي، كله الا كرامتي. انا ما قصدتش. انت لازم تعتذري. اعتذر؟ كله الا كرامتي. طب ولو قلت لك بقى اني هجيب لك البدله الجينز اللي كانت عينك هتطلع عليها، هتقولي اعتذري برضه؟ طبعا لا، البدله الجينز دي هتبقى اجمل اعتذار من اجمل تحف في الدنيا. انا حاسس ان قصه حبنا دي هتبقى اجمل قصه حب في التاريخ. قول في الجغرافيا. على فكره انت عجبتيني قوي في اللي عملتيه مع فرح بنت عمك. ولو اني عارفه ومتاكده ان بابا كدب علينا في حكايه ان طنط فاتن طلبت منه الجواز، اكيد اللي حصل العكس. أنا طول عمري بقول على باباكي ده راجل محترم قوي. على فكرة أنا اتأخرت، لازم ألحق أمشي وأغير في الحمام اليونيفورم المدرسة عشان أوصل في ميعاد المدرسة مظبوط. أوعي يا قلبي حد ياخد باله إن أنتِ داخلة بهدوم الخروج وخارجة بهدوم المدرسة من الحمام. هو هنا حد دريان بحد؟ أمال هما سموه مول ليه؟ ناقص له دال ويبقى مول. وأنا جبت لك الشهادة المرضية علشان كله يبقى على مية بيضاء. ميرسي يا قلبي. العفو يا قلبي. إيدك بقى على 50 جنيه. بتوع إيه دول؟ حق الشهادة المرضية المضروبة يا قلبي. أخيرا يا حبيبي مضيت عقد التوكيل الألماني. ما أنا ما كانش ممكن أسيب صفقة زي دي تروح من إيدي. ده انا عملت المستحيل وغرمت كتير قوي عشان افوز بالصفقه دي. واول ما نبتدي الشغل في المكان الالماني هننط نطه كبيره قوي وهنبقى فوق فوق قوي. يلا يا حبيبي البس الجاكيت. يا ترى بقى هتجيب لي الطلب اللي طلبته منك؟ طبعا، مش الارض بتاع الطريق مصر اسكندريه؟ انا عايزه 30 فدان بس ابني عليهم فيلا صغننه كده نقضي فيها الويك اند زي منيا صاحبتي. بس كده نخليهم 50 فدان يا ستي بدل 30. بس نبتدي الشغل. ربنا يخليك ليا يا حبيبي. طب يلا بينا بقى لحسن اتاخرنا قوي على ميعاد الحفله وتلاقي الضيوف زمانهم هيهلوا. حاضر. انا مش عارفه اقول ايه لبابا، دي تالت مرة نخرج ونسيبه لوحده من ساعة ما جه. هو ايه؟ باباك هيحاسبنا احنا رايحين فين وجايين منين؟ وبعدين ما تنسيش ده راجل تعبان، يعني القعدة في البيت أحسن. دي حتى الورقة اللي اديتهاني فاتن فيها الأكل بتاعه راحت مني، واتكسفت أسألها إيه أنواع الأكل بياكله. ما هو بياكل من اللي احنا بناكل منه، هو احنا يعني حرمناه من حاجة؟ إلا قولي لي أخبار فاتن إيه؟ أخبار إيه يعني؟ مش فاهم. يعني الأخبار اللي خلتها سابت باباك هنا عندنا.
هي ما كلمتنيش في حاجه زي دي. ده يظهر الموضوع هيطول بقى. هي ايه، ما صدقت ان تسيبه هنا عندنا؟ يا رأيها كمال، بابا ما بقالهوش غير اسبوعين بس، انت مستعجل على ايه؟ بليز ووتر. خارجين يا طارق ولا ايه؟ ايوه جدو، احنا رايحين حفله بابا عاملها في فندق علشان اخد توكيل الماني كبير قوي. بس جدو ما تقولوش ان انا قلت لك، يعني ما تجيبلوش سيره. يا ماما اصلي كانت عايزه تعملها هنا في الشقه بس هو ما رضيش. جهزت يا طارق؟ أنا جاهز يا بابا. معلش يا بابا، أصل أنا وكمال نازلين عشان عند واحد صاحبه في المستشفى ورايحين نزوره. هتزوروه بهدوم سواري؟ أصل ما هو نجيب لك حاجة وإحنا راجعين. يا ريت. لا مش عايز حاجة. طب يا بابا ابقى اتعشى ونام بدري، يعني ما تستناناش، اصل احنا هنتأخر شوية. تصبح على خير. انت من اهله. مع السلامة يا بابا. فينك يا فاتي يا بنتي؟ أنا حاسس إني من غيرك بردان وعريان. فينك تطبطبي على أبوكي وتاخدي في حضنك زي ما بتاخدي ولادك في حضنك؟ بلاش تخليها تسمع صوتك، أكيد هتحس بيك وباللي جواك، وهي مش ناقصة هموم اللي فيها مكفية. بقالك ساعة إلا ربع عمالة تشيلي السماعة وتهبديها، تشيليها وتهبديها، أنا دخت. أنا قلقانة قوي على بابا وعايزة أكلمه في التليفون وخايفة يعرف من صوتي إن أنا متضايقة. وبعدين لو عارف اللي حصل مش هيحصل. طيب ايه يا تامر؟ ايه اللي قومك من سرير؟ انا عايز اتكلم معاكي في موضوع يا ماما. خير يا حبيبي؟ انتي رايحه فين؟ هدخل اشرب قهوتي جوه. لا اقعدي. لا انا اشرب قهوتي براحتي وانتي تقعدي مع ابنك براحتك. ايه بقى الموضوع؟ ماما انا عايز اتعلم الكاراتيه. تتعلم الكاراتيه ليه؟ ماما انا حاسس بالعجز يا ماما. انا نفسي احس ان انا اقدر احميك انت واختي فرح واقدر ادافع عنكم. يا حبيبي انت ايه اللي خلاك تقول الكلام ده؟ ماما عشان خاطر يا ماما، لو بتحبيني فعلا يبقى لازم توافقي. بص حبيبي، انا عايز افهمك ان القوه مش في الكاراتيه وفي الملاكمه. قوة الإنسان في شخصيته، في مبادئه، في احترام الناس ليه، مش في عضلاته. يا ماما عشان خاطر يا ماما، لو فعلا بتحبيني بصحيح يبقى لازم توافق على ده. حاضر، هفكر في الموضوع أوعدك. حاضر.
قبل ما تسألني، أنا اللي أقنعته بحكاية الكاراتيه دي. طب أنا ممكن أعرف ليه وشمعنى الكاراتيه؟ ابنك منطوي، ما عندوش ثقة في نفسه، لا بيخرج ولا له أصحاب، يفتن الولد منطوي فعلا. أيوة هو طبيعته كده بيتكسف، إنما أعمل له إيه؟ مش فاهمة يعني ليه الكاراتيه بالذات؟ والله اللي جه على بالي ساعتها، وبعدين مش أحسن من المجلات إياها. تامر اسكتي بقى. أصل أنا فكرت كمان ها في حاجة بس ما خطرش على بالي كاراتيه. ألو؟ أهلا يا فهيمة، إزيك؟ أه وصل موجودة دي أول. ألو؟ أيوة مبسوطين طبعا من غيري. إمتى حصل الكلام ده؟ اهدي بس يا ام سلامه، امال مش كده؟ اقطع ذراعي من لغلغه، ان ما كان الراجل ده عامل عامله كل يا اخويا ماجي كده ازنقه علشان يقول لي على الحقيقه بتاعت الست الهانم فاتن، الاقيه يزوغ مني زي ما يكون سمك القرموط في الميه ما اعرفش امسكه. بس بصراحه برضه ماما انا لسه مصره على اللي بتقولي، اللي حضرتك عملتيه ده مع طنط فاتن واولادها اكبر غلط. سلامه، انا مش ناقصاك، كفايه عليا ابوك. طب تعرفي بقى حضرتك ممكن تعملي حركه جدعانه وتروحي تعتذري له. ايه يا حبيبي بتقول ايه يا روحي؟ يا حبيبي يا دي الخلفه الهنيه بس يا سنية. خير خير يا ست خيرات؟ زغراتي يا اختي. زغرات؟ ايوه زغراتي يا مقصوفه الرقبه، زغراتي على خيبه المحروس. ده انا ما صدقت انها بعدت عنينا وقطعت رجلها من هنا، عاوزني انا اروح لها لحد عندها برجلي واعتذر لها. طب نعزمها على العشاء. يا ماما كلام مش كده. امال طب ايه رايك بقى ان انا لما رحت لها كنت قصده، واللي عملته فيها كنت قصده. قصده؟ ايوه زي ما تقول كده كنت بتلكك. ايه يا حبيبي علشان اجدد لها الاحزان وما خليهاش تهوب ناحيتنا هنا تاني ابدا، ولا ابوك كمان يهوب ناحيتها تاني. قلت ايه يا حبيبي؟ ما قلتش حاجه، انت حره. ايوه كده يا مدوح، هو ده الشغل اللي على اصوله. انا عايز نروح اصالحها. قال ايه ده؟ انت رايحه فين يا بيت؟ رايحه الدرس. ما تتاخريش. طب ايدك بقى على بريستين كبار. 200 جنيه؟ ليه؟ بتوع ايه دول؟ ايه يا ماما انا مش محتاجه مصاريف ولا ايه؟ ولا انا ابقى بنت مرشدي بيه واصحابي يصرفوا عليا؟ فشر، ده انت تصرفي عليهم وعلى اهاليهم كمان. بس ال 200 جنيه هتعملي بيهم ايه؟ ده انت لسه واخده مني 200 جنيه من يومين. يا ماما مش بعزم صحابي على العشاء بعد الدرس، يا دوب ال 200 جنيه بيقضوا. يلا بقى يلا عشان اتاخرت. طب اسمعي، اللي يديكي بقى بدل الباريستين الكبار دول نص باكو. 500 جنيه؟ ايوه. عايزه قصادهم ايه يا ام متوح؟ عاوزك تدحلبي لي ابوكي وتسرسبيه كده وتعرفي منه هو ليه بينزل كل يوم بالليل ويعمل حجته القهوه ويرجع لي وش الفجر. انا خايفه لا يكون عامل مصيبه سودا وانا نايمه في العسل. اخ ده جوزي وانا عارفاه، وعلى راي المثل يموت الزمر واصبعه بيلعب. We'll be right back.
تتعب اليومين دول بسرعه. ايه اللي واخد صحتك؟ وانت شايفه مغروز ليل ونهار في المصنع زي الطور اللي مربوط في الساقيه والشغل ما بيخلص. واللي بيتعب في شغله مش يدور على حاجه اخر الليل تفرفشه وتنسيه الشغل وهمه؟ مش انت كنت دايما بتقولي ان مفيش حاجه بتريحك في الدنيا غيري؟ ايه اللي حصل لك يا مرشدي؟ انا بقيت بشحتك عشان تقعد معايا، ولا انا ماليش عندك حقوق زي ست خوخه مراتك؟ الله الله الله، ايه لازمته بقى تجيب لنا السيره الغام دي دلوقتي؟ بقى الواحد جاي هايص ويفرفش شويه، تقوم تجيب لي سيره هلاك والجبار؟ ولما انت مش طايق تسمع سيرتها ما ترتاح منها يا اخي. لا لا لا، دم ولادي عشره العمر. ما انا قلت لك اجيب لك حته عيل تدلعه وتفرفشه، انت اللي ما رضيتش. انا فاضي اغسل كوافيل واغلي ببرونات، يا ساتر عليكي. وبعدين بقى في الليله اللي هتقلي بنكد وغم دي، يا الحق على اللي جيت لك جلجله. جاي لي سرقه، ساعتين زمن يا اخويا وراجع. ما الهاني مراتك فاكراك قاعد على القهوه بتلعب لك دور طاوله؟ اللهم طولك يا روح. انت ايه حكايتك بالظبط يا مرشدي؟ يكونش يا اخويا بشحتك عشان تقعد معايا؟ ده انا حتى في المصنع عامل لي ارهاب، لا قادره اتكلم معاك ولا كاني اعرفك. يكونش انا غلطت اني اتجوزتك عرفي وقعدت معاك في شقه مفروشه؟ الله 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 الله، في ايه يا جلجل؟ انت زعلتي؟ ما هو ده ما يرضيش ربنا يا مرشدي، ولا انت خلاص شوقك جابك لحاجه تانية؟ ما انا عارفاك عينك زيك ما يملاش غير التراب. بس انا عمري ما زهق منك يا روح مرشدي، ده انت اغلى عندي من الفول الحراتي. ما هو باين، ما انا يا دوبك حته واحده شغاله عندك في المصنع. الله الله، ما قلتلك سيبك من الشغلانه الغام دي وعودي، قلتلي لا، يعني ما حدش غصبك يا جميل. ليه يا اخويا؟ هو انا عبيطه؟ قال على راي المثل ان غاب القط العب يا فار. قصدك ايه يا قط؟ يا حبيبي انا ما اضمنكش من هنا لغايه اخر الشارع، والمصنع مليان بنات، وش طويله وش قصيره وش بيضة وش سودة. سودة عندنا؟ انا ما شفتش اللون ده. ما انت طول عمرك عينك زايغه، انا ايش ضمني؟ علشان كده بقى يا حبيبي انا عدلك في المصنع على قلبك. احلف لك بيه يا جلجله ان انا خلاص توبت على ايديكي. قالوا للحرام يحلف يا حبيبي. طب والبت نعناع؟ ما تيجي ندخل نرتاح شويه. تعالى. مش هاجي يا مرشدي. تعالي بس، انا قاعده هنا مرتاح. خش انت حبيبي ريح بيتك ومطرحك. في ايه يا بت؟ ايه حكايتك؟ انت هتفوقينا؟ ما انت بقالك مده ناسيني. في ايه؟ انا اللي في ايه؟ انت يا اختي اللي في ايه؟ وانا بنت مخلي نفسك في حاجه، ده الدهب اللي انت متسياغه بيه يفتح محل جواهرج بحاله. اللبس اللي انت نفسك فيه بجيبه لك على الموضه على فرانكا. المصروف اللي بتاخديه في اسبوع يكفي عائله مكونه من 10 افراد لمده شهر بحاله. ومع ذلك برضو انا مش ناسيك. استني، غمضي عينيك. فتاحي، شفتي ايه ده؟ كل ده ليا؟ امال يعني فاكره ايه؟ عشان تعرفي ان انت غاليه عندي قوي قوي قوي، مش ناسيكي. غريبه ولا غريبه ولا حاجه؟ مش عوايدك تخش عليا محمل بحاجه زي دي. ده انا ريقي بينشف عشان تجيب لي غوشتين ولا كوليه، ولا كنتش كنت جايبها لحد تاني واداك بومبا قمت تجيبها لي عشان تبقى بجميله؟ مالها ماما؟ في ايه؟ تعبانه قوي وجبنا لها الدكتور، الضغط ارتفع عندها والدكتور قال لازم تتنقل المستشفى، لكن هي ما رضيتش. دي لو عرفت ان انا اديتك خبر مش هتبيتني في البيت الليله دي. طب هي عامله ايه دلوقتي؟ كويسه، ما بتقومش من السرير وانا اللي بديها الدواء، وكل ما اجي اديها الدواء تقول لي يا رب اموت عشان اريحها مني. سلامتك يا ماما. الف سلامه ليكي. لا بر، عايزه اقعد لوحدي. انت لسه زعلانه مني ولا ايه؟ ميعاد الدواء جاهز تاني. هاتي هديهولها انا. اخرجي برا. ها طب روحي انت دلوقتي. حاضر. انا عملت ايه؟ يعني ايه الجريمه اللي انا ارتكبتها؟ ان انا قلت اني من حق اختار شريك حياتي؟ السكر يعلى عليكي والضغط يعلى عليكي وابقى بنت عاقه؟ في ايه؟ سيبيني لوحدي، عايزه انام، عايزه ارتاح. اخرجي بره. ما تضغطيش عليا بالشكل ده. انا عملت ايه؟ انا كده ممكن اموت، اتجنن، انتهي. ايه ده؟
انت يا بنت بتشوعي قدامي، بترفعي ايدك في وشي. يا جهان يا ماما، انا تعيسه وزهقانه، انا مخنوقه، انا مش سعيده خالص. انا بحبك قوي، انا ماليش حد في الدنيا الا انت. وصل، وحشتني، وحشتني قوي يا بنتي. ايه جهزي شطانك؟ حبك تقول نقطة حرقة زي دي وانا سايق؟ ما هي دي حلاوتها. ولو كنت عملت حادثة اتدريت في دلة واتحبيت فيك، مش انت برضو الراجل؟ اه يا بنت مرشدي، انا مش عارف بس بتجيب الكلام والحاجات دي كلها منين. خلقت ربنا عندك مانع؟ احنا هنفضل لحد امتى بس نتصرمح في الشوارع يا قلبي؟ انا خلاص تعبت، هنفضل نتصرمح كل ليلة كده؟ مزعلك صرمحتك في الشوارع؟ طب ده انت مولود في الشارع. انا بتكلم جد يا قلبي. وانا كمان بتكلم جد. احنا لازم نشوف لنا حل بدل اللف في الشوارع كل ليلة. بقولك ايه يا مدحت، مش وقت الكلام ده دلوقتي، يلا الحق وصلني على ميعاد الدرس لحسن انا اتأخرت، السواق مش معايا وبيعمل بابا مشاوير. طب توعديني تفكري في كلامي؟ كلام الليل يا حبيبي مدهون بزبد. هو الواحد ما يعرفش ياخد معاكي حق ولا باطل؟ طب اركبي. يا نهار اسود. ايه في ايه؟ تفتكر شافني؟ هو مين يا قلبي؟ بابا. هو ابوك اللي كان في العربية دي؟ ايوه هو، وكان ركبة معاه واحدة وقاعدين بيسخسخوا كمان. زينا يعني؟ تقصد ايه؟ لا يا قلبي، انا قصدي ان هو لو كان شافنا كان وقف وبقت ليلتنا ليلة. بقى هي دي مشاوير الشغل اللي بابا ياخد العربية عشانها؟ اتاريها مشاوير ليلية من اياها. كده بقى ضمننا النص ده كل مامتك قالت عليه. يظهر امك دي بقى سرها باتع. الحمد لله على السلامة يا مرشدي. يا عسل. توحى يا بنت اللي مصحيكي لحد وش الفجر. وحشتني، قلت اسهر استناك. يا سلام يا اختي. طيب اديكي اتمليتي بطلعتي البهاي. قومي يلا، قومي ادخلي نامي بدل ما تصحي النايمين المفتريين. اذا كنت تقصد ماما فهي نامت من ساعة، فضلت قاعدة مستنياك وزهقت دخلت نامت. حسن، نوم الظالم عبادة. ايه بتقول حاجة؟ بقولك ايه، انا جاي تعبان وعميان ومش دريان وعاوز ادخل انام. اللي انت كنت سهران فين لحد دلوقتي؟ نعم يا اختي. ايه بنت بقى، انا خلصت من امك هتنطلي انت بسين وجيم؟ وبعدين في ايه بنت هتوح؟ انت قاعدة يا اختي مسهرانة لي الوش الفجر وكلامك فيه ريحة مش مريحة. ما جيبها يا بنت من الاخر. اصل انا واحدة صاحبتي شافتك في عربيتك راكبة معاك واحدة في الدقي. ايه 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 ايه؟ صاحبتك دي كدابة، كدابة وستين كدابة كمان. كدابة وستين كدابة، وانا بعرفوش يربوها. وبعدين يا بنت مين صاحبتك الصايعة دي اللي سهرانة في الشوارع لنص الليل؟ ملهاش اهل يقولوا لها كنت فين يا بنت؟ يعني انت بتعترف انه كان في نص الليل؟ ايه؟ ماما بقى بتتنشق على خبر زي ده من زمان ونفسها تسمعه قوي، وما خبيش عليك بقى مش هتدفع في الخبر ده بالذات اقل من باكو. انت بتهدديني يا بنت؟ بتهدديني؟ والله عشنا وشوفنا بنتي سهرانة عشان تقيدني. اتجننت يا توحة؟ انت يا مقصوفة الرقبة قاعدة سهرانة بتعملي معايا انا كده يا بنت؟ وطي صوتك ماما تصحى.
ما تصحى يا اختي، انا ما يهمنيش اللي على راسه بطحه هو بس اللي حاسس عليها. طب ايه رايك بقى ان انا هخش بنفس لامك اقول لها تعالى خيريه شوفي بنتك بتقول ايه؟ ايه في ايه؟ مالك بالزعق ليه يا مرشدي؟ في ايه؟ مفيش صوتها. اصل بنت توحى كتر الف خيرها كانت سهرانه مخصوص عشان تطمن عليا وتعشيني. ما شاء الله بنت جدعه واصيله. كتر خيرك يا توحى. خش يا حبيبتي نامي، انت بتتعبي من المدرسه للدروس الخصوصيه. وطمني يا حبيبتي طمني، الباكو بتاع فلوس الدروس الخصوصيه هيبقى عندك الصبح وفوق بوسه. انت ايه حكايتك يا راجل؟ انت نازل كده في الكلام زي ما اكون حنفيه وانفتحت؟ ايه انا عايزه افهم، انت ايه اللي اخرك لحد دلوقتي؟ ده احنا بقينا وش الفجر. قولي لها بقى يا توح، قولي لها انت. اصل بابا كان قاعد مع اصحابه على القهوه، فواحد فيهم تعب فخده وداه المستشفى، وبعدين وصله لحد البيت وتنه جاي على هنا على طول. اسلم فمك يا توحه، ليكي حصتين زياده عن اللي طلبتيه. يا سلام يا سلام، ما شاء الله عليك يا بنتي، والله عرفت تخلف يا مرشدي. ماما ماما صباح الخير يا حبيبتي. صباح النور يا ماما. راح المدرسة؟ اه يا ماما. انا مش هقدر اوصلك النهارده عشان تامر لسه تعبان. مش مشكله يا ماما، انا هاخد تاكسي. لا بلاش تاكسي، روحي انت وواحده صاحبتك او انت وشله، وخد المواصلات وروحوا على المدرسه. ماما انا كبرت واقدر اعتمد على نفسي. اقدر اعتمد على نفسي. ماما انا كده هتاخر، ها ما تقلقيش عليا يا حبيبتي. يلا باي باي. روحوا شله في مواصلات. صباح الخير يا ماما. صباح الفل. وانا مش هروح المدرسه النهارده. لا ارتاح النهارده زي ما الدكتور قال. يلا نام نام نام، وانا كمان عايزه انام. عايزه تعتمد على روحها دي كمان. نام. هي دي فرصتك يا فرح ولازم تستغليها، ما تتردديش ولا لحظه. ايوه بس انا خايفه يا مشيره. لا انت لازم تجمدي قلبك وتنسي حاجه اسمها خوف. اعتبري نفسك واقفه بتمثلي على خشبه مسرح، وانسي الخوف خالص وتوحدي مع الشخصيه اللي انت بتمثليها. صدقيني لو عملتي كده اكيد هتنجحي. ايوه لكن تفتكري لو؟ مفيش حاجه اسمها لو، ومش عايزه اسمع منك اي اعتراضات. ممكن يلا بقى لحسن الوقت هيسرقنا. يلا قوليلي مصنع عمك فين؟ مصر القديمه. استني تاكس. مصر القديمة؟ اتفضلي. يلا يا فرح اركبي، وأول ما توصلي طمنيني عليكي على طول. اسمعي خدي دول خليهم معاكي. يلا يلا يا فرح. ما تشهروا شوية يا رجالة، مش هوصيك على المسار. توصل الترابية دي وترجع لي بسرعة عشان الترابية اللي مسافرة بالليل المنيا. حاضر أمرك يا أستاذ سلام. معقولة؟ ده ايه المفاجأة الحلوة دي؟ بس انت عرفت عنوان المصنع ازاي؟ ما هو انتاجكم في كل مكان وعليه عنوان المصنع وتليفوناته. يا اهلا وسهلا. على فكرة انا اسف قوي على اللي ماما عملته. صدقيني فرح انا ما كنتش اعرف خالص اللي هي هتعمله ده، ولو كنت اعرف كنت اكيد منعتها. انت اصلك غالي عليا قوي يا فرح. احنا هنفضل واقفين نتكلم هنا، ما تيجي تفضلي عندي في مكتبي. تعالي تعالي. لا لا انا عايزه اقابل عمي اصلي في حاجه مهمه يعني. بابا بقول لك مشغول ومش فاضي. وماله يا اختي؟ انتي بس قولي له نعناع عاوزاك وشوفي هيقول لك ايه. خليها تدخل ولا تبقى تعدي عليا في وقت تاني. انت ايه حكايتك يا بنت انت اليومين دول؟
سايبه شغلك ولازقه هنا ليه؟ وانت مالك انت؟ ما تروحي تشوفي شغلك انت كمان. بتعدلي يا بت لحسن الخبط لك وشك. جن لما يلخبطك يا حبيبتي. يا نهارك اسود انت بتشتميني؟ اه بشتم. ايه ما وريتك وخليتي ايه يا بت التهيه؟ انت من ايدها جمالات انت جننتي؟ قلبك عليها قوي. شفت؟ شفت يا مرشدي بنت عامل فيا ايه؟ كل ده عشان عايزه تخلك. حقك عليا يا نعناع. جمالات زي اختي، حقك عليا. اختها في ايه بقى ان شاء الله؟ في الرضاعه ولا في الرضاعه؟ انتوا هتشغلوني كل شويه، كل شويه هتقرفوني، قول انتوا ايه على شغلك؟ ماشي ماشي يا جمالات، ان خليتك وحشاه؟ اتفضلي يا فرح اتفضلي. فرح يا اهلا وسهلا يا بنتي الغالي، خطوه عزيزه، اتفضلي. عمي انا كنت عايزه اتكلم مع حضرتك في حاجه مهمه كده على انفراد. طيب بعد اذنك. انا خير يا بنتي الغالي؟ ابدا. انا يا عمي جيت اقول لحضرتك ان انا وتامر موافقين ان حضرتك تتجوز ماما. انت بتقولي ايه؟ ما هو اصل لازم حضرتك تعرفه يا عمي ان انا وتامر عمرنا ما كنا هنرضى ان ماما تتجوز حد تاني بعد بابا الله يرحمه. لكن لما عرفنا منها قد ايه حضرتك بتحبها وقد ايه هتعاملنا زي ولادك، قلنا يبقى مفيش حد في الدنيا هيبقى احن علينا اكتر من عم مرشدي. بالراحة عليا يا بنتي، واحدة واحدة. انت خدتيني على مشمي. امك وافقت ان انا اتجوزها؟ ماما ماما في ايه؟ ما تنطقي يا فرح، مش عارفه تكلمي ليه؟ هي ماما مالها؟ لا ما هو ماما يا عمي اكيد مش هتوافق بعد اللي طنط خيريه عملته فينا. حقكوا عليا، امسحوها فيا. هعمل ايه؟ خيريه دي اصلها وليه مفتريه زي وابور الزلط بيدوس اي حد قصاده. يا ريتني ما قلت لها على حاجه. ولو اننا برضو يا عمي زعلانين منك في حاجه، انك يعني كدبت على طنط خيريه وقلت لها ان ماما هي اللي كانت عايزاك تتجوزها. غصب عني يا حبيبتي، انا اصلا كنت عاوز اتجوز امك واسطرها ويبقى زيتنا في دقيقنا. انا بحب امك من زمان قوي يا فرح، كنت مستعد اجيب لها لبن العصفور بس هي توافق ونتجوز. ركبت دماغها وهزقتني وبهدلتني بصراحه. بقى كنت خايف تحكي لخيريه على اللي حصل. قمت قلت بقى حضرتك تسبقها وتقول ان ماما هي اللي كانت عايزاك تتجوزها، مش كده برضو يا عمي؟ زعليش مني يا حبيبتي، حقك عليا انتي واخوكي وامك. انا ساعتها ما كنتش عارف بعمل ايه. خلاص احنا سامحناك يا عمي، وانا وتامر هنعمل مستحيل عشان ماما توافق انها تتجوز حضرتك. ده انتوا هيبقى لكم الحلاوه، هعيشكوا في عز ونغنغه العمر كله بس امكوا توافق وتقول اه. طب و طنط خيريه؟ ايه بس اللي جاب سيرة طنط خيريه دلوقتي؟ هتقول ايه لما تعرف حاجه زي دي؟ لا ما هو الحكايه دي هتفضل سر بيني وبينكو، وخيريه تفضل على عماها. طب وفلوس بابا؟ الميت ألف جنيه اللي شارك حضرتك بيهم في المصنع ده واللي ما خدش بيهم اي مستندات؟ فلوس ابوكي في الحفظ والصون، وعلى فكره انا ما انكرتهمش وانا قلت لا. أنا مستعد أديكوا فلوسكوا على داير مليم بس بشرط أمكوا توافق ونتجوز. خلاص يا عمي سيب الموضوع ده عليا. وإنتي هتقدري تأثري عليها؟ ده باين على حضرتك بتحبها قوي. وأنا بحبها بعقل يا بنتي، دي طيارة برج من نافوخي، ده أنا بنام أحلم بيها وأصحى على كابوس. كابوس؟ اه طنطي خيريه، ربنا ما يوري حد. طب انا هستأذن بقى يا عمي. ها قومي استعجلي يا حبيبتي. معلش اصل يا دوب كده عشان هروح. طب ما تاخريش عليا بالرد، انا عاوز اسمع خبر حلو. ها هايب يا عمي ان شاء الله. ما شاء الله، والله وعرفتي تربي يا فاتن. عن اذنك يا عمي. السلامة. مع السلامة. السلامة.
طريقك اخضر ورايتك مرفوعه يا بنتي الغالي. هي فرح كانت عايزه ايه يا بابا؟ كانت جايه تطلب ايدي. نعم تطلب ايدك؟ توجهت حق معايا يا بابا. انا من ساعتها وانا عايز اعرف ايه اللي حصل بينك وبين طنط فاتن. وبعدين بصراحه يعني انا مش مصدق حكايه انها كانت جايه هنا عشان تطلب منك انك تتجوزها. وما تطلبش ليه؟ مش قد المقام انا؟ ولا انت مش سايف ابوك؟ ياد انا توم كوز يا بابا. علشان خاطري يقول لي على الحقيقه، ولو كان في حاجه غلط حصلت نلحق نصلحها. وهو بالمره برضو بالمره يعني نعتذر لها عن اللي حصل من ماما. طمن سلامه، كل حاجه هتبقى عالي العال والميه هترجع لمجاريها. ساعتها هقول لك على كل حاجه. انا محتاج 10,000 جنيه. نعم بتوع ايه دول؟ بتوع اي حاجه. عاوز نقديه. وانا كمان محتاج سيوله اليومين دول في المصنع، عايزين خامات عشان نمشي الشغل. تصرف يا سلامه، واوعى تجيب سيره الفلوس دي لامك، انا مش ناقص قلب الدماغ. حاضر. هي دي هي فرحة الدنيا، دق يا قلبي غني يا عيني. دا 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 دا. يا رب استر، يا رب يا رب يا رب جيب العواقب سليمة يا رب. كده يا فرح خضتيني عليكي. اتأخرتي كده ليه؟ ماما أنا متأخرتش، أنا جاية في ميعاد المدرسة بالظبط. طب قولي لي، حد ضايقك؟ حد عكسك؟ حد عمل لك اي حاجه؟ ماما مفيش حاجه حصلت، حضرتك بس اللي بتقلقي زياده عن اللزوم. زياده عن اللزوم؟ ماما كل البنات اللي في سني بيخرجوا ويروحوا ويجوا من غير ما اهاليهم يقلقوا عليهم بالشكل ده. ازيك يا تامر، عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله كويس. ماما نعم. بعد اذنك انا هخش ارتاح شويه لاني راجعه تعبانه في التاني. طب على بالي ما تغيري هدومك هعمل لك لقمه نتغدى. لا 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 انا ماليش نفس، انا هنام شويه لاني تعبانه جدا والله يا ماما. اشمعنى النهارده يعني؟ ماما نفسي انام، انا بجد والله العظيم نفسي انام، نفسي انام، نفسي انام. ماما نعم. انا كمان مش قادر اتغدى معاك. ليه؟ عايز ارتاح شويه. هو ايه البيت التعبان ده؟ أنا برضو يا عمي زعلانين منك في حاجة، إنك يعني كذبت على طنط خيرية وقلت لها إن ماما هي اللي كانت عايزاك تتجوزها. غصب عني يا حبيبتي، أنا أصلا كنت عاوز أتجوز أمك وأسطرها ويبقى ستنا في دقيقنا. أنا بحب أمك من زمان أوي يا فرح، كنت مستعد أجيب لها لبن العصفور بس هي توافق ونتجوز. ركبت دماغها وهزقتني وبهدلتني. بصراحة بقى كنت خايف تحكي الخيرية على اللي حصل. قمت قلت بقى عملتيها يا فرح، وبقى معاكي الدليل الأكيد اللي هتستردي بيه كرامتك قدام كل الناس. Thank you.
لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.